أنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نقطة من فريق زي الشباب تعتبر مكسب. الحمد لله أهم شيء إنك ما تتأخر في النقاط، تتقدم وإنك ما تخسر نقاط، نقطة أو ثلاث نقاط الحمد لله كلها خير من الله. اليوم شايف يعني جبنا التعادل يعني في آخر الدقائق، الحمد لله أهم شيء سعدنا هالجمهور، وأشكر العيال صراحة ما قصروا، وأشكر الإدارة اليوم وقفت معانا طول الأسبوع هذا خاصة بعد هزيمة التعاون. غيرت شوي نفسيات اللعيبة، كانوا شوي مرة تعبانين من بعد مباراة التعاون، الحمد لله اليوم طلعنا في نقطة اعتبرها مكسب. جميل كابتن، الملاحظ في فريق هجر انه يسجل ولكن يتلقى الاهداف. والله هذه حال الكورة، انا العيال مجتهدين والله، خط خاصة خط الدفاع يعني نشوفهم في التمارين مجتهدين قاعدين يشتغلون، بس تعرف الكورة لازم يكون فيها اغلاط، ان شاء الله يحسنون في المباريات الجاية. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا اليوم من المباريات القليله اللي تصير في الدوري انك تجاري فريق بحجم نادي الشباب. الشيء اللي ودي اقوله انه فريقنا واثق من نفسه وصدق نفسه في مجريات المباراه، وكنا نتكلم داخل المباراه انه نقدر نرجع للمباراه. في كل مره يتقدم علينا فريق الشباب كنا نقدر نتكلم احنا مع بعض، ما حد يلوم بعض، نتكلم انه نقدر نرجع للمباراه مره اخرى. الحمد لله الله وفقنا ورجعنا للمباراه، تعرف التعادل بطعم الانتصار. صحيح، خاصه انها امام فريق الشباب. كابتن اسالك عن الاربع اهداف، يعني كان في حديث ما بينك وما بين المدافعين، في كل مباراه تتلقون اهداف كثيره فيما فريق هجر يعني يسجل الاهداف، الخط الهجومي جيد بالنسبه لفريق هجر ولكن بلغه الارقام الخط الدفاعي غير جيد. نعم، يعني احنا بلغة الارقام استقبلنا اهداف كثير. طبعا تعرف احنا نحاول في كل اسبوع للمباراه انه نتلافى بعض الاخطاء، ومتعه كره القدم في الاخطاء، وان شاء الله باذن الله انه نحاول في الاسبوع القادم نتلافى الاخطاء اللي حصلت في هذه المباراه ونظهر بالصوره الافضل في الدور الثاني باذن الله تعالى. والله وش الحمد لله على كل حال، في النهايه شوف هذا حال كره القدم، يعني إذا أعطيت الكورة بتعطيك دائما، ما يعني ما نلوم بعض احنا في الأوقات هذه، يعني معليش أنت متقدم فارق يعني في المباراة وعادل الفريق، والله يعني شيء يزعل، شيء محزن صراحة ما يحصل الآن في نادي الشباب، لأنه يعني إن شاء الله بإذن الله عندنا مهمة جدا يعني قوية ومهمة آسيوية، يعني بغض النظر نادي الشباب أنت تمثل الوطن في هذه البطولة، لابد أن يعني استقرار الجميع، استقرار الإدارة يعود يعني إن شاء الله في هذه الفترة البسيطة وأسرع وقت. جميل كابتن، الجميع كان يتوقع يعني تواجد نايف هزازي اليوم كلاعب أساسي، بعد لما كنت متوقف كابتن كان كثير يطالبون بعودة نايف هزازي، اليوم يعود نايف هزازي ولكن على مقاعد الاحتياط. والله أشوف في النهاية أنا ما أدخل قرار مدرب، يعني إذا كان الجميع من جماهير الشباب أو محبين نايف يعني في السعودية كلها أتمنى وجوده في التشكيل الأساسي، أنا حاضر وأنا جاهز، ودائما ما يكون نايف جاهز خلال دقائق يعني بسيطة ولا بداية المباراة، في النهاية هو قرار المدرب أنا ما أقدر أتدخل فيه. أعتذر يعني كل الاعتذار وكامل الاعتذار لجمهور نادي الشباب، يعني معليش أنا عارف إنه الآن هذه النكسة اللي حصلت في نادي الشباب تحصل، ترى حصلت في نادي الاتحاد، حصلت الآن في نادي الهلال، تحصل في أندية كثير وأندية كبيرة، أنت نادي الشباب أنت نادي كبير، إذا ما رجعت لوضعك الطبيعي ما حتفوز. يعني تكلمت يمكن قبل فتره، تكلمت حتى مع اللاعبين، تكلمنا مع بعض انه الفريق الفتره هذه لازم يرجع الوضع الطبيعي اول شيء، والناس كلها تصفي نواياها من أو اكبر واحد في النادي لاصغر لاعب في النادي واصغر من يخدم نوايا. كابتن تتوقع مو سوء نوايا، شوف مو سوء نوايا، انا اقول لك انه الوضع الطبيعي لازم يرجع، بالعكس النوايا الحمد لله كلها صافيه وكل شيء، ولكن يمكن يعني في البعض يعني مع بعض الناس يمكن ما ادري هي يعني يمكن تكون ضد نادي الشباب، ولكن اتمنى انه ان شاء الله الكل يدعم هذه الاداره ويدعم اللاعبين والجمهور، يعني لا يشوت كثير على اللاعبين، الكل والله يحب هذا النادي والكل يعشق هذا النادي والكل يتمنى انه يطمح بالفوز لهذا النادي، ولكن هذا حال كره القدم يعني